حذرت تقارير رسمية بريطانية من خطر بالغ يواجه نزلاء دور رعاية المسنين في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا بينهم. نعم، وكشفت التقارير عن نقص كبير في معدات الرعاية والعلاج فضلا عن قلة أعداد العاملين المدربين على التصدي للمرض. 16 من نزلاء دار الرعاية هذه توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا. العاملون الذين أصيبوا بالصدمة كانوا يعتقدون أن لديهم ما يكفي للتصدي للمرض إذا ما أصاب النزلاء، سواء من ناحية معدات الفحص والاختبار أو معدات السلامة الشخصية. وعلاوة على الوفيات، ما زال عدد من النزلاء مصابين بالفيروس وفي حالة عزل صحي، بينما يقول العاملون إن الحكومة خذلتهم وتركتهم في مواجهة الفيروس بلا أي دعم. أشعر بأنهم خذلونا. كان لديهم معلومات من دول أخرى بشأن كيف سيؤثر الفيروس على دور الرعاية المسنين، ولكنهم فشلوا في إعداد الدور لدينا لمواجهة ذلك. هنا يستخدمون معدات مشابهة لتلك التي تستخدم في المستشفيات، فهم يتعاملون مع أعداد من المرضى تقارب أعدادهم في المستشفيات، كما أن بعض العاملين مصابون بالفيروس دون أن تتوافر لهم إمكانية إجراء الاختبارات رغم التصريحات الحكومية. نجري الاختبارات منذ اليوم الأول للعاملين في دور رعاية المسنين، ونعلم أن أكثر من 85% من هذه الدور لا توجه تفشياً لفيروس كورونا. لكن المعلومات التي حصلت عليها شبكة سكاي نيوز أشارت إلى تفشي الفيروس في نحو 60% من دور رعاية المسنين في البلاد، مع تأخر إجراء الاختبارات للنزلاء والعاملين بشكل ملحوظ. وقد وجه أكثر من 30 نائبا في مجلس العموم رسالة لوزير الصحة تشكك في الأرقام التي تحدث عنها، خاصة ما يتعلق بإجراء الاختبارات. المعلومات التي جمعها فريقي من دائرة الانتخابية أشارت إلى أن أي من دور الرعاية هنا لم تجري بها أي اختبارات للفيروس، حتى في الدور التي ظهر لدى نزلائها أعراض المرض. ورغم صعوبة الوضع الحالي، فإن العاملين في هذه الدور يبدون شجاعة فائقة وتضامنا كبيرا مع النزلاء. بريطانيا لم تكن مستعدة للتصدي لتفشٍ وبائي بالحجم الذي تفشى به فيروس كورونا. قطاعات عديدة في البلاد كانت تعاني من نقص التمويل ونقص الأيدي العاملة الماهرة. أما الحكومة فرغم ما تروج له من وضعها لخطط فعالة للتصدي للأزمة، إلا أن انتقادات كثيرة توجه لها على اعتبار أن الخطط التي تضعها تقتصر على رد الفعل وليست خططاً استباقية. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.